منين دابا يعني كاين هذا المشكل؟ واش هاد الليتيج اللي طايحين دابا وهاد المشاكل اللي طايحين دابا، واش مسؤولين ديال الوداد اللي غياخذوا زمام امور قادرين انهم يحلوها؟ واش قادرين مثلا انهم يرفعوا المنع من هنا في الميركاتو؟ وكيفاش غيقنعوا لاعبين باش يجيو في هذا الوضع اللي اليوم عليه الوداد وهاد المشاكل والصراعات اللي كاين فيها فريق الوداد بعد يعني هذا الرحيل ديال ولا الرحيل القصير ديال سعيد الناصري؟ فكنظن بان انا اليوم عرفت معلومه، كنا كنقولوا كنا راه جيرار تخلص خدا الفلوس بخير وعلى خير. اليوم عرفت معلومه وعندي العقد، عندي الحكم بالتمام والكمال، الحكم الرسمي فيه تقريبا في لحد كان صحيح رسمي الناصري تيقول لهم بلوكات فلوس ديال داري. انا غنقول لك الا سمحتي دقيقه، انا عندي هنا في هذا تفضل. انا مسامحك سيدي دقيقه نحاول نقرا الاراء ديال الناس ولو يكونوا الناس، نحاول نقرا الا طلعوا لي الاراء نحاول نقراهم. في تقريبا ها هو العقد قدامي الحكم ومترجم للعربيه بايجاليزي بكل شيء تقريبا فيه 21 صفحه. هذا الحكم اللي خرج من الطاش النهائي. كنا كنقولوا بان راه جيرار تخلص، وتا الناصري كان كيقول بان جيرار راه بلوكا فلوس ديال داري، خدا فلوسه. الحقيقه بان خدا جزء وباقي جزء كبير ما خداش. المبلغ اللي كان الحكم النهائي كان 1,600,000,000، ثلاثه ديال الاشخاص، جيرار والعائله والمعيد البدني اللي تا هو كيجي من عائلته، 1,600,000,000 تنقصت منها لان ريني جيرار خدم 10 شهور في شي فريق فرنسي، تنقصات ليه هو 250,000,000، والابن ديالو المساعد ديالو 90، والمعيد البدني 70، باش بقات 1,000,000,000 تقريبا، حوالي 1,400,000,000 ولا تقريبا. هذا هو المبلغ اللي لحد الساعه راه باقي ما تخلص سيد كامل. معنا علاش قلت قبيله عاد غنبداو نعرفوا بعض الحقائق، عاد الناس اللي عندها شي حاجه شاده وكانت ربما خايفه من الناصيري ولا محرجه انها تخرج شي حاجه غتبدا تهضر على هاد الاشياء. فمني كتسمع هاد المبلغ شكون دابا يقدر يجي؟ هذا كاين هاريني جيرار، ها مسوفا واحد 700، ها باباتون دي 600، ها سميتو كركاش 260، بواليا 250، بادي عوك، وعاد اراك يعني المحلي اشنو فيه. معنا كاين واحد الحمل كبير، من غير اننا غنتكلموا كذلك على الاستحقاقات ولا يعني الفلوس ديال اللاعبين حاليا اللي هما كاينين، منح ديال التوقيع لي بريم، واش هاد التونسي غيبقى اللي هو البنزرتي ولا غيدير شي حتى هو شي صبا غيشوف منا كاين مشاكل ويقدر يمشي في حاله. فكنظن بان اشياء كثيره اللي خصنا نهضروا عليها واللي خصها يعني غتبان مع الوقت. وهاد الاخر قرا تهولوا نسمعوا البراحه والحياحه واللي كيغوتوا واللي صوته غليظ باش زعما راه هو اللي كيعطي افكار. كنظن بلي الوداد هي اكبر. الوداد ناس كما قال سيدي محمد قبيله راهم باقيين حيين، راه باقيين في حياتي انا تنعرف، ما عنديش اشهار شي واحد، ولكن راه هما باقيين. صحيح مات واحد السيد كان رمز، سي بوبكر جدايم الله يرحمه، اللي كان فيه صوت العقل وكان كيقدر يدير ديك القضيه يجمع الناس، ولكن راهم كاينين وكاينين قدماء ديال الوداد اللي بعقلهم لانهم حكمه، زكي ونور الدين نيبات، عزيز بودرباله، وهذو رشيد داوود تقال اكزاكتومون الجيل القديم والجديد والجيل اللي يلاه تقال صاير اكزاكتومون. شنو موسيقى هضر داك النهار نقاش تقال يعني وعارفين فين كاينين. دونك هذه راه لجنه راه في العالم اللي جات كتكون هكا. انا لو كنت من مجيد البرماكي ياسين نسنى يا الناس، قلتي صلاح والنقاش وزكي بادو وبودرباله وبن شريفه وهاد الناس هادو اللي مشاو ليهم بعدا عيب تقولي بعدا تخلي الناس اللي غينفعلوا كيمشيو مع الجمهور، ما تقولش عيب، هادي دي كاركتير، سي دي كاركتير كاينين في الحياه، باش ما نقصدش شي واحد بالخيب والزوين وندعي فيها الاستاذيه. والوداد تهدن شويه ونديروا قرارات، لان غندوزوا من تسيير الشخص الى تسيير المرحله، والمرحله هي صعبه ودقيقه كما قلتي، لان فيها دي نتيج، ففريق باقي عنده امل في الشامبيونز ليغ، فيها جمهور باغي بطوله، فيها انتدابات، فيها انتدابات، فيها لعاب عندهم دي كونترا اكزاكتومون. دونك هادشي خصو حكمه. نورمالمون هضرت كبير مع واحد المصدر، هضرت معاه، ما نقدرش نكشف عليه لان ما قلتش غنقول لسميتك في الوداد، في هادو اللي كاينين هضرت معاه، قال لي اودي دابا حنا اللي وقع اللي عطى الله عطاه، حنا دابا راه عندنا اجتماعات ماراطونيه باش الوداد ما تضر حتى شي حاجه من هادشي، وهذا هو الهدف ديالنا دابا. قال لي هذا هو اللي كاين، قلت له واش نقدر نشوفك باش نعرف شنو نلعب نوصل المعلومه. قال لي اودي هذا الاسبوع غادي يكون صعب، لانه اسبوع خاص
وحاسم جدا ودقيق. من هذا المنبر يقبلها اللي قبلها وما يقبلش اللي قبلها، أنا نوجه التحية للصحفي اللي أثار هذا الجدال بشكل كبير اللي هو سي أشرف بالمدل، لأنه بغض النظر على اتهام الوداد أنا ما كنتفقش معه، ولكن أثار واحد الملف كيف ما خصنا نتيروا بزاف ديال الملفات، ماشي غير بحال لوكا ديال سعيد مصري، لان من اجتهد وجاب واحد الملف وتكلم عليه وكذا هو جاب الله جاب جاب سولون جون افريك يتحمل مسؤوليته في الكلام اللي قال، لان حتى هو دابا راه رفعت عليه الوداد الدعوه وهذا ولكن صحفي اجتهد دار شي حاجه ما خصناش نحاربوا ونبداو نسبوا، بالعكس خصنا، لان خص هذه المواضيع تثار. علاش غتثار؟ ماشي في القضيه ديال سعيد المصيري، ولكن في القضيه اننا كنحرجوا بعض الناس وكنبينوا الحقيقه ديال من هذا الدور ديال الصحفي انه يبين الحقائق، انه يعرف بالمشاكل اللي كنعانيوا منها، لان كاين كثير المشاكل بهذا الشكل اللي واقع اليوم مع ناس مسؤولين اخرين، وهذا كما قلت ماشي هو موضوعنا. انا بغيت غير نوجه لي تحيه لانه تهاجم بزاف، ولكن ما تنصفش اللي تنصف من بعد ما شاف هذا يعني هذه المساله اللي تارت ديال الاعتقالات وكذا. اما بخصوص فريق الوداد كنظن بان راه بدات التحركات، كان اول يوم اجتماع للاسف الناس ما كيتواصلوش لحد الساعه، باقي ما عارفينش اشنو كان في الاجتماع، اشنو دار في الاجتماع. مشاو اربعه ديال الاسماء على حسب العلم ديالي، سي محمد طلال، سي النائب الاول وقيله سي مجيد البرماكي، وسي خالد ما عقلتش شنتوف ولا الاسم ديالو، سي الدريسي. فهادو اربعه ديال المسيرين. دابا عاد غنبداو نعرفوا الاسماء ديال المسيرين، ونبداو نعرفوا المسيرين ديال الوداد شكون هما، لان هاد الاسماء ما كانتش معروفه من غير سي الماكي، سي طلال، سي دريب، سعد دريب. باقي الاسماء ما كناش كنعرفوهم بزاف، لانهم تما ما كانوش كيبانوا في الصوره، الا كانوا كيديروا اعمال داخل الوداد فهم مشكورين، لانهم يبان كيبغيوش يعني. حنا دائما حنا كنقولوا ماشي المسؤول اللي خصو يكون مشهور، اللاعب المدرب هو اللي خصو يكون في الاضواء، هو اللي خصو يكون مشكور مشهور اكثر من المسير. كنظن بان الوداد دخلت واحد المرحله صعيبه، شكونوا صرحاء، مرحله جد 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 صعبه غيتحملوا فيها الناس ديال الوداد المسؤوليه الكامله. اليوم غيبان واش عند الوداد الرجالات ديالها، واش عند الوداد منخرطين ديالها، واش عند الوداد رؤساء اقدام ديالها، واش عند الوداد مسيرين سابقين عندهم غيره على الفريق. اما الجمهور ما نتكلمش عليه، لان الداعم الاول والحافظ الاول والمدافع الاول على المصلحه ديال الوداد راه هو الجمهور ديال الوداد طبيعه الحال، اللي كيتنقل، اللي كيحاول انه يدافع على الفريق ديالو، اللي كيحاول انه يكون مع فرقه في السراء والضراء مهما كانت الظروف. ولكن اليوم اللي غادي يسير ماشي هو الجمهور، اللي كيسير هو اللي عنده الصفه، يا منخرط وغيولي مسير، يا غدير لجنه مؤقته. وكيف قلت الصباح في اللايف البرنامج اللي دوزنا مع السي نبيل البوهالي، بان الوداد ماشي هي الرجاء، الرجاء فريق احادي النشاط، خرج ما بقاش مع الفروق ولا احادي النشاط، عنده الشركه ديالو، عنده النظام الاساسي ديالو هو كيتراسهم السي محمد بودريقه، والسي محمد بودريقه هو اللي كان دار هذا النظام ديال احاديه ديال النشاط. فريق الوداد باقي جمعيه متعدده الفروع، عندها رئيس المكتب المديري اللي هو السي سعيد المصيري، النائب ديالو السي البرماكي، وكاينين اعضاء اللي هما رؤساء ديال الفروع اللي كتنشط فريق الوداد الرياضي. بالتالي خص الا كان شي جمع عام ما غيكونش غير على مستوى الشركه ديال الرياضيه والجمعيه الرياضيه ديال فريق الوداد، اللي عرفنا تقريبا واحد ربع سنين الجمعيه ما دارتش الجمع العام ديالها، ولكن اول جمع عام خصو يكون كنتكلموا دابا على القانون، خصو يكون على مستوى المكتب المديري اللي فيه الفروع باش ينتخبوا رئيس. القانون كيعطي السي البرماكي باعتباره نائب الرئيس انه يسير 6 شهور، بعد 6 شهور خاص يدار جمع عام استثنائي. واش السي البرماكي غيقبل انه ياخذ هاد المسؤوليه ويمشي بالفريق ويسير الفروع، وبالتالي ملي غيكون هو رئيس المكتب المديري اوتوماتيكمون غيكون هو المشرف على كره القدم، اولا لانه عضو في المكتب المسير، ثانيا لانه مشرف على الفروع، بالتالي غيكون مشرف على الفرع ديال كره القدم. اللي كنتمنى هو ان الامور تكون واضحه، لان الوداد علاش دخل مرحله صعبه، لان دابا اليوم غنبداو نعرفوا بزاف ديال الحقائق اللي كانت مخبيه، بزاف ديال الامور اللي ما كناش كندركوها، او اللي كان بزمام الامور سعيد ناصري واخذ بها وما مخليهاش تخرج وما توصلناش كمعلومه. انت كتشرح الوضعيه، دابا واش الوداد كانت قبل سعيد ناصري ولا ما كانش؟ بطبيعه الحال كانت الوداد مؤسسه بالقاب تاريخ بلاعبين بنجوم بكلشي. واش كتضرب الوداد غتاثر؟ ولكن ماشي ما غتكونش، هنا بزاف ناس صافي رابط الوداد، انا ما اظن الوداد غتريب، الوداد غتاثر، لان كما قلتي هو كان داير ان سيستيم، داير النظام ديالو، هذاك النظام ديالو ما تيقف حد، ما هذا سوارت ديال بعض
ديال بعض الخزين هو عنده سوارت ودير الناس من العائله ديالو جيبهم كموظفين تما كيثق فيهم. هذه امور معروفه عند كل شيء مقبوله ودير واحد النظام خاص به كرئيس قبلوه الوداديين مشات به نجح به رياضيا هاد السنوات. كاين ما تنظنوش بان الوداد غتريب غدا صافي وما يبقى والو وما كيت. صحيح بان الوداد وقع لها واحد المشكل تكلمتي عليه هو انه ما بقاش فيها انخراط بفعل فاعل. شنو هو الفعل الفاعل فيها بالدسي؟ لان راه حاولوا رؤساء في الراجع يحيدوا ويصغروا مؤسسه المنخرط صغارت قبلات صغار انت عشتي وحنا عشنا قبلات صغار مؤسسه المنخرط في الراجع. لا هو في الراجع ما قاديش المقارنه كاين حراك اللي ما كاين حتى شي. راه دابا هذا هو المشكل راه الوداد كان فيها واش عقل وكاين مؤسسه ديال الرؤساء واش عقل على الوداد ملي كان فيها هذا الشيء. راه شي بدا في الوداد من عهد عبد الله اكرم من تما كان صراع بين اكرم وبين بعض المنخرطين ومن تما تحيدوهم ما بقاش عندهم نفس القوه. ولكن قبل رانا كنرجعوا معامد الوداد راه كانوا كيبقاو حتى 4 الصباح بيان سير كانوا شي وحدين فيهم ما كيساليوش. دونك الوداد راه عندها واحد المؤسسه اللي ديزاكتيفي خاصها ترجع سيتو راه هذا هو واش هما قابلين وهذا واش هذا الشيء هو اللي غادي يكون الله اعلم واش النظام غيمشي بهذه الطريقه واش مجيد البرمكي كي غيبغي يسير بطريقه النصيري. هذا هو السؤال اللي غادي نعرفوه دابا غير هو انا عاد قلت وضعيه صعبه هي هو حجم التاثر بطبيعه الحال الوداد راه ما غاتبوش الوداد راه فريق بالتاريخ بالالقاب هذا فريق يعني يحسب له انه في هذه العشر سنوات الاخيره الالقاب اللي جاب ليه والمغرب راه جوج ديال البطولات والسوبر وفينال وغير لاكاف براديس راك شتي كان معنا نصير قال لك حنا كون تختارينا ما نكملوش ما نكملوش لاننا غيرنا الفساد وغيرنا رئيس ديال الكاف معنا درت اشياء مهمه في التاريخ ديال كره القدم الافريقيه ماشي غير الوطنيه. والنصري يعتبر افضل رئيس تاريخ الوداد بالالقاب اللي دار بكذا. هذيك الطريقه باش كان كيسير اختيار ديالو ما كانتش معارضه قويه اللي غادا تجبره على انه يتخلى على داك السيستيم. هذاك السيستيم وقمعها وشحال من مره هو قمعها هما ممكن نقول معارضه قويه لكن مدوا زجر انت كتدير وانا كندير انت كدير فعل وانا كندير فعل او رد فعل وحنا غاديين كنضربوا من اجل المصلحه ديال الفرد لان هادشي راه كاين في الراجا. هادو نادوا الحسبان باغيين يطيحوه حسبان دير هادي هادو نادوا لهذاك وقبل كاين صراعات حانات وهادو قبل يعني 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 حجم التاثر هو اللي صعيب لان يعني الماده المصدر ديال عيش اي فريق هو التمويل والفلوس